حسن حسني كان واخد في فيلم عبود على الحدود 12,000 جنيه، وبعدين جه فيلم الناظر قال انا غيرت اجري خالص، قلت له بالرغم انا اللي اكتشفتك، فخد 23,000 جنيه. طبعا هقول لك الارقام دي يعني 2.5 مليون جنيه. عزت ابو عوف كان واخد في الفيلم ده 70,000 جنيه، لانه كان كان اكتر من علاء ولي الدين، لانه هو كان النجم. عزت ابو عوف في الوقت ده كان نجم كبير، ففي الوقت ده كان عزت ابو عوف واخد رقم كبير، وده كان اجره على فكره. هو مش يعني مكتر علينا، ولا هو واخد اللي مش من حقه، هو ده كان اجره في السوق في الوقت ده.